السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بارك الله فيك لالة حليمة وحفظكم الله. نتحول من إقليم السويرة إلى إقليم الريساني مع لالة كلثوم. أمي الحش. السلام عليكم لالة كلثوم. أمي الحش بارك لاباس. الله يبارك فيك لالة. لا يطول عمرك. الله يرحم والديك. الله يطول عمرك. الله يرحم والديك. المدينة واحد الدعوة ديال الخلوز خالية ما عندهاش وليدات. الله يطول عمرك. لا إله إلا الله. يا رب. يا رب. وعد خويا الله يرحمه دابا ما خدم شي خدمة كيبقى متابعين الناس بالعين. كتعكس لله حنا مثال لا من عندنا لا من لبانا لا والي خدام عليا كنبقى تابعين الناس بالعين نخدم الشهر عادي ب 12 الله. لا اله الا الله. يطول عمرك يا ربي. عطسني الله يرحمه اللي ما كيخرج من الله من الدعيمة. يطول عمرك يا ربي يا كريم لله. يا ربي سمعك واحد الجمعة سمح لي على اللي كنبقى نبكي. الله يطول عمرك. الله يرحمك الوالدين. جزاك الله الف خير لله. الله يحفظك ويرعاك. مدعي معنا الله يطول عمرك. يا ربي يا كريم يا ربي. وقت خالتي الله يرحمني المرأة وقت خالتي مرض. الله يطول عمرك. يا ربي تشافيهم جميعا يا رحمن يا رحيم. ودخل الله ما كيديروا الدعوة ديال الخير المستمعين يقولوا امين. عطي الله الدرية الصالحة. يا ربي. قال الوالد اللي ولد اللي عند با الله يرحمه. لا لا. 50 هذه باش دار العرس مسكين ما جابوا الله شي وليدي. يا ربي يا كريم يا رب. الله يطول عمرك. جزاك الله الف خير لله. انا مع واحد اختي الله يرحمني كتبقى تعصب كتضرب ولادها. الله يطول عمرك. الله يرحمه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اذا ما عندنا انا راني مريض. الله يطول عمرك. يا ربي يا كريم. يا رحمن يا رحيم. الله يرحمك. انا قلت لك نغال الجيره. الله يطول عمرك. الله يحفظك الوالد. بارك الله فيك لاله كلثوم. بارك الله فيك لاله. الله يطول عمرك لاله. لا حول ولا قوه الا بالله. من خلال المكالمه ديال لاله كلثوم نستشف مقدار المعاناه ومقدار الهم والغم الذي يعيشه الكثير من الاسر خصوصا في ظل زمن الكورونا وقله اليد والجفاف وقرب بزوغ عيد الاضحى المبارك والناس العمل قليل جدا وشح الموارد. ثم فوق كل هذا العين. لاحظنا بان حليمه من الصويره وكلثوم من الريساني كيتكلموا على العين. وفعلا فعلا لنا العين حق. الله يسترنا ويستركم. قال لك ويل لمن اشيرت اليه الاصابع ولو بالخير. اللي هو منظور منظور وراه هو راه مشى راه جا راه لبس راه طلع راه خد طوموبيل راه خد كذا راه مشى لهنا. كيبقى دائما العين الله يحفظنا واياكم صعيبه. وفي الحديث قال لك ان العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. الرجل كتلقى طويل القامه وعريض المنكبين وسيدي ومولاي وفي الاخر كيقول لك فلان الله يرحمه ما كان ممرض ما كان حاجه. العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. الجمل فيه شحال من طن وكيدخل القدر يعني الطنجيه يعني كيطيب وكيتكال ورغم القوه اللي فيه ما بقات عنده قدره لان العين حق والعياذ بالله. ولكي نتوقع من العين دائما الانسان يحصن نفسه. والتحصين الاسهل هو اننا نقرا عند شروق الشمس وعند غروبها حتى العين عندها علاقه بعين الشمس. عين الشمس قرص الشمس بحال العين. شوف الشمس في غروبها وفي بزوغها راه بحال العين. ديك الساعه كيكون التاثير قوي. هناك دبدبات قويه تصيب النفس البشريه راه بحال المد والجزر اللي كاين في البحر وكيكون في الايام البيض في 13 14 15 من الشهر العربي. هكذا هناك تاثير وتاثر عظيم ماشي في الجسم النفسي ولا في الجسم البدني المادي وانما في الجسم الروحي. نحن كلنا عندنا جسم روحي يتأثر بالمد والجزر ويتأثر بالعين ويتأثر بالحسد ويتأثر بأشياء غريبة جدا. حتى هناك ما يسمى بالاتصال الذهني والتخاطر الذهني كله في العالم الروحاني وهو حقيقي موجود. الإنسان يحفظ نفسه وروحه بأن يحافظ على قراءة التحصينات. وأسهل تحصينات هي الإخلاص والمعوذتين نقرأها في الصباح والمساء عند شروق الشمس وعند غروبها. نقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات عند شروق الشمس ونقرأها ثلاث مرات عند غروب الشمس. وهكذا كتكون عندك تلقيح. هذا كيتسمى لقاح مضاد للعين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.